المحافظ أحد رفيع الأستاذ عمر بن سعيد بن تومان. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الأخوة، تعتبر جمعية الأجوام التعاونية للأنشطة السياحية فعل خير على أهالي هذه القرى والمنطقة، وهي مشروع حضاري تنموي تسلط الضوء على الأماكن السياحية في هذه المنطقة، وترعى العديد من الفعاليات على مستوى منطقة حسيس. يسرني أن أدعو المهندس منصور بن عبد الرحمن الرفيدة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لإلقاء الضوء على أهداف واستراتيجية هذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سعادة محافظ أحد الفيلة، سعادة رئيس شرطة أحد الفيلة، سعادة مدير عام في وزارة الموارد البشرية بالنيابة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جمعية الأجرام للأنشطة السياحية ورئيسها الشيخ محمد بن عبود وأعضاء مجلس الإدارة وباسمي شخصياً أرحب بكم أجمل ترحيب. أشكركم على رعاية وتشريف وحضور هذا الحفل، ونقدر مجيئكم إلى هذا المكان في هذا التوقيت لدعم جمعيتكم وللتفاعل معها منذ لحظة انطلاقتها. ونتوقع ونأمل ونرجو ونتوقع بل نثق أن الدعم سيكون متواصلا وسيكون ديدا العلاقة بيننا جميعا. سعادة المحافظ، إخوة الحضور، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ورعاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. التي جعلت تنمية الإنسان والمكان والحفاظ على مستقبل الأجيال هدفها الأسمى، وانطلاقا من الاستراتيجية الخاصة بمنطقة عسير التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير التركي ابن طلال ابن عبد العزيز شمر الوقيع، والتي جعلت السياحة المرتكز الأول في تنمية منطقة عسير. انطلاقا من هذه المبادئ الأساسية صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء جمعية نجوان للأنشطة السياحية لتعمل على تطوير وتساهم مع غيرها من الجهات الأخرى في تطوير العمل السياحي والفعل السياحي في هذه المنطقة وفي هذا المركز وفي هذه المحافظة وفي كامل منطقة عسير بإذن الله تعالى. حدد القرار أهداف الجمعية، وهي تطوير الموارد البشرية في مجال السياحة وتشغيل وصيانة وامتلاك المرافق السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والسياحية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الفعاليات التي تصب في أهداف الجمعية وتساهم في تنمية الإنسان في كامل هذه المنطقة بإذن الله تعالى. من هذا المنطلق بدأت الجمعية في أعمالها وشرعت في منشط رياضي شمل أكثر من 16 فريق من كامل منطقة عسير. كان الحضور وكانت المشاركة نماذج رائعة من شباب المنطقة تفاعلوا وأسهموا في الخروج بدورة كانت مميزة بشهادة كل الأخصائيين والمختصين. هذه بداية موفقة بإذن الله تعالى، لأن يعلم الجميع أن هذه الجمعية وجدت لخدمة المنطقة وخدمة الإنسان في أي مكان، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التي أشرنا إليها. رعت الجمعية كذلك فريق نجوان للهايكنج والمشي الماراثون، وتم بحمد الله عمل ماراثون يوم أمس
شارك فيه أكثر من 64 مشارك، كانوا جميعا من مختلف الأعمار ومن مختلف المواقع. كان هناك تعاون مع رحالة الجنوب، وكان يمثلهم أحد الإخوان في هذه المنطقة. أيضا كان هناك ماراثون للكبار وماراثون للأشبال ليساهم في الفعل الرياضي، والذي أيضا سيساهم بإذن الله تعالى في إلقاء الضوء والتعريف بهذه المنطقة ومعالمها السياحية وبمرافقها الرائعة وبالخدمات العظيمة التي قدمتها الدولة للإنسان في هذا المكان أسوة بباقي مناطق المملكة. مع سعادة المحافظ الأخوة الحضور في هذا العمل، نعتمد أولاً على توفيق الله ودعم سبحانه وتعالى، ثم على دعم الدولة الكبير الذي قدمته لهذه الجمعيات. كان الدعم ممثلاً في دعم إمارة منطقة عسير، وفي محافظة عهد خيلة، وفي مركز شعب جالمة، الذين عملوا معنا منذ اليوم الأول، في وزارة الموارد البشرية التي سهلت لنا كل الإجراءات، بلدية عهد خيلة وفرعها في المنطقة محافظة المركز، الذي أسهم في تهيئة المرافق وفي دعم الجمعية في مرافق كثيرة. كذلك جميع الإدارات الحكومية اللي ساهمت معنا، لا نستطيع أن يعني نحصيهم جميعا لأن جهدهم كبير وعملهم متشعب وجهدهم في كل منشأ وفي كل اتجاه. سعادة المحافظ، الإخوة الكرام، ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتقدم أولا بالشكر لسعادة المحافظ لرعاية هذا الحفل وللحضور جميعا ولكل من ساهم معنا في دعم أعمال الجمعية. أتقدم الشكر لرعاة هذه البطولة وهم شركة هيف للمقاولات وشركة إمام وشركة العادلية. جميعهم ساهموا في هذه الأنشطة في رعايتها في دعمها من الوهلة الأولى التي أعلنت فيها، فلهم أن أجزل الشكر. أشكر الفرق المشاركة والذين أتوا من كل محافظات منطقة عسير بكل معنى الكلمة، من القرن إلى ظهران الجنوب إلى القحمة إلى أقصى الشرق، جميع هذه المحافظات ممثلة ومشاركة وبعمل وبروح إيجابية، روح وطنية أسميها بروح السعودية الحية، فلهم منا الشكر على تواجدهم وحضورهم. كما أتقدم بالشكر للمنظمين ولكل من عمل في إخراج وفي إبراز هذا العمل الذي يعتبر باكورة عمل اللجنة، ولكنه لن يكون الأخير، وستكون بإذن الله تعالى الكثير والكثير من الأنشطة التي تخدم هذه المنطقة وتخدم إنسانها وتخدم الفرد السياحي فيها. أود أن أقول أن هذه الجمعية لن تتقيد بمحيط جغرافي محدد ولا بحدود إدارية محددة. سيكون عملنا بإذن الله تعالى في كل مكان. الوطن يستحق منا الكثير، ولم نقدم للوطن ما يستحقه، ولكننا سنعلم أن نقدم كل ما نستطيع لخدمة هذا الوطن والمقيمين عليه وأصلاحه. كما أن العمل يتسع الجميع، التنمية تشمل كل المواقع، والعمل والتضامن والعمل بروح الفريق يجب أن يكون ديدنا بإذن الله تعالى في المرة القادمة. فأدعو الجميع في هذا المركز وفي المحافظة وفي كامل أرجاء منطقة عسير إلى التعاون والتفاعل بإذن الله تعالى مع اللجنة. نعدكم أن نتواصل معكم وأن نكون حاضرين باستمرار. ستطلقون اليوم سعادة المحافظ موقع الشركة على الشبكة، موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي سيسهل هذا من التواصل. كما أن أعضاء المجلس والأمين العام جميعاً جاهزين وراغبين ومستعدين بل مطالبين بالتواصل مع الجميع ومستعدين لذلك. سعادة المحافظ والأخوة الحضور، أكرر ما لا أشكر الناس لا أشكر الله. هناك رجل بذل جهده ومال وفكرة لإخراج هذه الجمعية إلى حيز الوجود. هو لا يرغب بذكر اسمه ورفض أكثر من مرة ذكر اسمه، ولكن وجدت فرصة أمام هذا الجمع الكبير أن أشيد وأشكر وأقدم الجهد الأساس
والكبير والهام الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ نايف محمد بن عبود. من دعم مالي ومعنوي للجمعية، من تقديم المقر، من الدعم المادي ورعاية الفعاليات الرياضية، بل وكدعم للرياضة في هذه المنطقة بأكملها، قرر أن يكرم كل الفرق المشاركة، كلهم فائزون وكلهم مشاركون، لكي يكون هذا بإذن الله تعالى حافزا لتنمية الرياضة في هذه المنطقة ولتنمية السياحة أيضا، لأنه تنمية الرياضة والتعامل معها سيؤدي بإذن الله تعالى إلى فقر سياحي مميز. فله منا الدعاء، لا نستطيع أن نفي شكره، ولكن له من الدعاء بالتوفيق والسداد والبركة. أشكر زملائي في مجلس الإدارة الذين تابعوا الفترة، حقيقة ما أستطيع أن أذكر أسمائهم لأنهم كثر، لكن عندنا الأخ سعيد بن علي، أستاذ سعيد بن علي، منذ أن كانت فترة تابعها في وزارة الموارد البشرية إلى أن خرجت كان يعاون في ذلك، الأخ سلطان أرمانة وكل الزملاء، حقيقة الوقت لا يسعفني أني أذكر أسماء الجميع. أخينا والراعي ذهبي الأخ بشر بالحماس كان له دور كبير في حياة الأرجاء وأيضا في متابعة أعمال الجمعية مع الأمانات ومع البلديات ومع الجهات المعنية والطرق. بأمانة الجميع لهم دور كبير، ولكن توفيرا لوقتكم لا أستطيع أن أمر على كل الأسماء فأكتفي بما ذكرت. نحن في اختبارات دائمة وفي تنمية وفي تطور، والعالم يتثقف من حولنا. لا نملك إلا الدعاء لله جل وعلا أن يحفظ على هذا البلد أمنه وازدهاره وتنميته في ظل قيادة حكيمة راشدة واعية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمد الله بقوله، ورعاية ومتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عبد الله. نسأل الله الاحترار وضمن الأمن، وأن ينصر جنودنا، وأن يوفق رجال أمننا البواسل، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. بسم الله اللهم اجعلها مباركة وفضلها وفال اللي قائم عليها الفلاح والصلاح والنجاح إن شاء الله. نشاهد بعض المضي عن الجمعية وأهدافها واستراتيجيتها وعن السياحة في منطقة السياحة. امتداداً لأصالة الماضي وتراثه العريق ووصولاً للطموح ورؤية المجد التليد، نحلق بوطننا نحو عنان السماء، مستمرين في رحلة التطور والبناء، مستلهمين العزم من الله ثم من قيادة أولت شعبها كل الاهتمام. السياحة ورؤية المملكة 2030، من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، من المرتكزات الثلاثة لرؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي. سنفتح مجالاً أرحب للقطاع غير الربحي ليكون شريكاً بتسهيل أعماله وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية. من نحن؟ ومن هذا المنطلق
جاء تأسيس جمعية الأجوان التعاونية للأنشطة السياحية في محافظة أحدر فيدة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع بمنطقة عصير وزوارها كل عام، ونتطلع للتوسع في المناطق الأخرى دعما للقطاع السياحي والترفيهي والثقافي والمحافظة على الآثار وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات السياحية وجذب المستثمرين، تماشيا مع توجهات ورؤية المملكة 2030 لخلق وصناعة اقتصاد سياحي مزدهر. كما نتطلع لتشغيل وتطوير الواجهات السياحية في المنطقة والحفاظ على مكتسبات ومقومات المنطقة السياحية والتعريف بها والمساهمة في تأهيل الكوادر البشرية في القطاع السياحي وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص وظيفية متنوعة لفئات المجتمع. رؤيتنا تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية لتصبح منطقة عصير من أهم وجهات السياحة المستدامة، ومحافظة أحدر فيدة أحد هذه الأماكن، وأن يكون مركز الشعف وجهة سياحية رائدة على مستوى منطقة عصير. رسالتنا تعزيز دور القطاع السياحي والإرث الثقافي وتراث الآباء والأجداد والاستغلال الأمثل لموارد المنطقة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية، والعمل على ضمان استدامتها وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية من خلال المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع السياحي. أهدافنا خلق تحولات سياحية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد السياحية في أحدر فيدة ومنطقة عصير بشكل خاص، وتحسين البيئة السياحية وتطوير المعالم والمواقع السياحية بالشراكة مع الجهات المعنية. تعزيز أصول واستثمارات الجمعية التي تساهم في تطور السياحة المستدامة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع. تعزيز دور المجتمع في تنمية القطاع السياحي بتدريب الكوادر الشابة في المجتمع. قيمنا العمل بروح الفريق الواحد، الالتزام والشفافية، التميز والابتكار، المبادرة وتعزيز روح المسؤولية. ومن هذا المنطلق تمت الموافقة على إنشاء جمعية الأجوان التعاونية للأنشطة السياحية واعتمادها من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكون لابنة تنموية في هذه المنطقة في تنمية السياحة والحفاظ على التراث وإبراز الأماكن السياحية والمناظر الخلابة في الشعف. مرحبا بكم في جمعية الأجوان التعاونية للأنشطة السياحية. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وتأسيا بهمة وعزم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير التنمية وملهم الشباب، نظم جمعية الأجوان التعاونية للأنشطة السياحية بطولة كرة القدم، والتي أقيمت في دورتها الأولى على ملعب بلدية مركز شعب جارمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب. رئيس مركز شعف جارمة وضيوفه الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ هيف بن محمد بن عبود وأعضاء مجلس الإدارة، أقدر لكم هذا الحضور وهذا الدعم وتواجدكم الفعال والهام والأساسي بالنسبة لهذا النشاط وبالنسبة للجمعية ككل. واتباعا للرؤية العظيمة التي قامت بها دولتنا، تقوم جمعية الأجوان للأنشطة السياحية
لإقامة هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، آنساتي، سادتي، أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير. نستأذنكم جميعا في بدء فقرة التكريم. ندعو سعادة المحافظ والشيخ هيف بن عبود للصعود على المنصة للتكريم. يتقدم الشيخ هيف بن عبود بتكريم راعي الحفل. بسم الأجوان الترحيب هلت غيث ماطر، ضيفنا علي مقامه وله ترحيبنا. سلام يا دار الأمجاد يا موطن الفخر والعزة، سلام يا دار الأمجاد. يا لا 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 شهادي بديرتي من ينافسها كل الورى لاجلها شهادي. يا لا 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 والعز بالمجتمع بادي في هالحضارات معروف.
شيخها بالفخر لا معسره عظيمه لا لاجدادي يا لا 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 يا لا 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 ونحقق احلامي ومرادي نصل لعالي القمه ونحقق احلامي ومرادي.